أهلا بكم، اشتركوا في قناتنا لتصلكم كل الأخبار الرياضية لحظة بلحظة. والآن لنبدأ. تستضيف العاصمة القطرية الدوحة مباراة ودية لمنتخب الجزائر أمام غامبيا في أولى استعدادات المدير الفني للمحاربين جمال بلماضي قبل خوض تحدي الدفاع عن لقب كأس الأمم الإفريقية. وستقام المباراة إن شاء الله يوم السبت المقبل الموافق للأول من جانفي يناير 2022. وتنطلق صافرة بداية المباراة منتخب الجزائر ضد غامبيا في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت كل من تونس الجزائر والمغرب، الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة. وقد حصلت قناة الكأس القطرية على حقوق البث المباشر للمباراة. مشاهدة طيبة للجميع ودمتم في رعاية الله. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائماً.